وضعوا السنة والله الكرز ما منيح العين خالتك شايف بالجنح يا حتين يا ثلاثة وضعوا السنة ما منيح بطول شايف يا خالتك حال كانوا طلع مثل شفت مرعين ايش عرفنا حاليا بسبب الحرب وظروف الحرب اغلب المزارعين هجرت المنطقه او نازحه والسبب الثاني ضعف التوزيع ضعف التصدير او بالاحرى ما في تصدير نهائيا فالفلاح اعتمد على السوق المحلي